الحقيقة أنا حاولت ألاقي كلمات تكفي للتعبير عن مدى سعادتي النهاردة بهذا التكريم وبتواجدي وسط هذه الكوكبة العظيمة جدا المتميزة من العاملين في المجال الفني والإعلامي والسادة الحضور والجمهور السكنتري العظيم. ما لقيتش كلمات تكفي لهذا التعبير عن هذه الفرحة. أنا أشكر وبشدة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المصرية. أشكر الأستاذ الأمير أباصر. الأستاذ خالد عبد الجليل مستشار معالي الوزيرة. أشكر جميع السادة الحضور وبشكر جميع من وقف بجانبي في رحلة 50 سنة دراما. بتمنى للجميع كل الحب وكل النجاح وكل السعادة وبدعو الله من كل قلبي إن ربنا يدي الواحد الصحة ويفضل واقف على رجليه يمثل لآخر يوم في عمره يا رب. تتفضل النجمة شيرين بتسليم النجمة الكبير خالد زكي درع التكريم لإيجيبشن سوبر ستار شيرين ويل جوين اس ان فيو سكندز اون ستيج اند بريزنت ذا جريت ستار وذ ذا شيلد اوف اونر. On invite sur la scène la grande star égyptienne Shirin pour rendre l'hommage au grand acteur Khalid Zaki. بدأت مشوارها الفني عام 2001 مع مسلسل حديث الصباح والمساء، ثم انطلقت لعدة مسلسلات أهمها الإمبراطور، أميرة في عبدين، نجمة الجماهير، سارة، الست أصيلة، رجل الأقدار، دعم الفرح، بنت القبائل، ووعود سخية. شاركت في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم اوعى وشك وأسطولات صياد اليمام، القشاش، وبعض الطوفان. حصدت العديد من الجوائز من مهرجانات مصرية وعربية، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قابل للكسر من مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد، وأفضل ممثلة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما بنيويورك، وجائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية. وشاركت كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات الدولية كمهرجان الإسكندرية ومهرجان القاهرة. إنها فنانة تجري في عروقها جينات الفن، فهي ابنة اثنين من عمالقة الفن في مصر والوطن العربي، كرم طاوع وسهير المرشي. إنها النجمة الحلوة الشابة حنان الثور.
مبروك. انا ياما سجلت مع بابا وماما وانت الجينات بتجري فاروقك بجد فعلا. اتفضل. انا مش عارف بتقف. مساء الخير. انا برضو قلبي بيدق جدا. انا ممتنه قوي قوي قوي. يمكن انا مش سني صغير قوي بس انا صغيره جدا قدام العمالقه ان انا واقفه وسطهم وقدام حضراتكم وقدام اساتذتي وقدام كل فنان ابهجني وسند قلبي ونور لي طريق في حياتي. يمكن انا شخص خجول جدا. الفن اداني حاجات مهمه وتحقق وعمل لي اتزان نفسي وخلاني اتجنن واعمل حاجات ما كنتش اتخيل ان انا اعملها. وادركت فعلا ان الانسانيه ستزداد إنسانية عندما يؤخذ الفن بمحمل الجد. شكرا. تقوم نجمة الدورة 39 النجمة الكبيرة إلهام شهيد بتسليم النجمة الجميلة حنان مطاوع درع التكريم. جملة أخيرة كمان. بشكر جدا الأمير أباظة وبشكر مهرجان اسكندرية لأن ليه مكانة كبيرة قوي 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 في قلبي. دكتور خالد عبد الجليل والجائزة دي تحديدا ليها وقع مختلف تماما لأن اللي بتقدمها لي مدام إلهام شاهين وإن الدورة دي باسم النجمة إلهام شاهين لأن هي عارفة كويس قوي هي بالنسبة لي إيه. بحبك قوي قوي قوي. يا شباب 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 يا ش